الثامن من محرم الحرام عام 61 هجري. في مثل هذا اليوم ندر الماء في معسكر الإمام الحسين عليه السلام، فدعا الإمام أخاه أبا الفضل عليه السلام وبعث معه 30 فارسا و20 قربة، فأقبلوا في جوف الليل إلى الفرات، فثار إليهم جيش الأعداء، فحمل عليهم العباس عليه السلام ونافع بن هلال فدفعوهم، ثم انصرفوا إلى رحالهم وقد ملأوا قربهم.